مساء الخير صبايا، اليوم بدي أعرض تتبيلة المشاوي الحلبية بشكل عام من شقف. الشقف هي عبارة عن شهبايات أو بشماسكات، أو فرضنا أنت جبتي لحمة شقف عادية ما توفر معك البشماسكات والشهبايات، هن بتميزوا لحم الشقف بطراوته فعلا مثل الفستق. في منهم بيجيبوا لحم عجل باتيلو صغير، عجل بيكون لحمته طرية. طيب نحن تحسبا لهالأمر، أنا أول ما بجيبها شوفي لونها ما أحلى، لونها زهر، بس هاي غنم. بحط لكل كيلو فنجان خل أبيض، رح أفرجيكي الخل. فنجان خل أبيض، وأنت إذا واثقة لحمتك شهبايات وبشماسكات ما تحطي. اللي بدها إياها مثل الفستق وكتير طرية بتحط لكل كيلو فنجان خل. حطيت الخل أنا، تركتها ساعتين، بعدين بلاقيها غبة السوائل. أنا بجيب هاي الدهنة، ضروري يكون دهنة تنشئ بهالطريقة. حطيته هذا البهار الحلبي، السبع خلطات اللي عرضتها، بحط معلقة أنا فليفلة حمراء يابسة، رح أحط بس نص معلقة زيت هيك بس لللمعة. شوفي شقد بسيطة الزيت، رح أفرجيك إياها. هاي هي بسيطة بس، ورح أحط ملح ما تكتري، ورح أخلطها بهالطريقة. هاي هي لحمة الشقف بكل سهولة. شوفي ما بتلاقي سائل فيها، شرب هالفنجان الخل شربة. بهالطريقة أنا برطة بهالطريقة وبرفعها بالفريزر. كل ما جبتيها قبل بيوم بيومين بثلاثة أطيب، وبتطرى وبتصير فعلا مثل الفستق. خلصنا من لحم الشقف. وقت ضمها بتضمي لحمتين شقف دهنة، لحمتين شقف دهنة، لحمتين شقف دهنة، وبتشويهم. الشيش طاووا رح أقلك الطريقة، يا ريت تسجليها. نفس الشي بجيب الشقف الطاووا، رح أفرجيك إياهم، رح يتقسموا بهالطريقة. مجرد ما جبتهم أنا وقسمتهم بهالطريقة، بحط لهم لكل كيلو فنجان خل. هو بيعقمها وهو فعلا بيعطيها طراوة، بصير مثل الفستق. توم، ملح، معلقة دبس فليفلة، كزبرة، كمون، ملح بهار سوري المعروف الحلبي بالذات، ومعلقتين زيت زيتون. وأنا بصراحة دايما بجيب دهنة بتبلى معها، دهنة ناعمة تقريبا معلقة مع معلقة زيت زيتون، وبفركة للشيش طاووق. هاي دبس الفليفلة، ومعلقة صغيرة دبس بندورة. بخلطهم بهالطريقة، رح أفرجيكي الدهنة. هاي هي الدهنة مع الشيش طاووق، هاي هي مع الشيش طاو. بتبلى وبربطة. كمان يفضل قبل بيومين وثلاثة وأربعة وجمعة، ما في إشكال، بربطن. التوم أساسي فيها، يا ريت تحكمي إغلاقة تماما مشان الريحة بالفريزر. طيب هاي خلصنا منها. كمان الكباب الحلبي بشكل عام ما بده غير بهار سوري وملح ف
فقط وبهار حلبي حصرا اللي سبع بهارات، متألف من سبع بهارات وملح مثل ما قلت لك، وفي منهم بيحطوا رشة فليفلة حمرة يابسة. والكبابة بنسميها كبابة الحلبية لأنه هي لحمة ناعمة ويفضل تكون مدهنة مشان ما تشد معك وتكز معك، تكون طرية. هاي الفليفلة الحمرة اليابسة. طيب أنا بدي أشوي في البيت، ما في مجال مثلا أشوي برا، هدول السياخ الخشبية بشكل الكبابة فيها، بشكل لحم الشقف فيها. وإيش بسوي؟ رح أفرجيكي شلون رح أسوي. بجيب هالصينية هاي، بحط دهنة بأرضة ناعمة، دهنة ناعمة أو ادهني نقطة سمنة بس يفضل دهنة. بشكل سيخ الكباب وبسلته هون، بصفه هون برصه، واللحم الشقف بتركب سياخة بحطه بهالشكل بهالشكل، شوفي شلون، تمام. ودهنة تحتها، الدهنة تحتها وبحطها بالفرن، وبحط ثلاث فحمات على النار على الغاز. بعد ما بشويهم أنا إيش بسوي؟ بغطيهم بسلوفان وبسقب السلوفان مشان ما تنشف اللحمة والكبابة، وبحطهم بالفرن. مجرد ما نص استواء أو ثلاث أرباع استواء بشيل السلوفان أنا، وهدول السياخ بسلتهم هيك للحمة، بطبهم تحت بالدهن. الفحمات شعلات بشيلهم، بطبهم بكعب الصينية وبغطي الصينية ليطلع الدخان. أنا أحبس الدخان وهيك باكل لحم شوي صدقا صدقا. طبعا إذا مضطرة أنت مثل شوي المنقل، رح أعطيكي بطريقة بيواز سريعة. بصل بتفركي بسماء مزبوط وبملح، وبتتركيه ساعة على جنب مع عصرة ليمون. بتفرمي البقدونس، بتفرمي نص بندورة بس، شرائح فليفلة طولانية. بعد ساعتين قبل البيواز تجي بالتبلية، بتلاقي البصل ما له ريحة نهائي نهائي، وبتلاقي ما في سوائل، وبتحطي نقطة زيت بصير عندك بيواز بياخد العقل بحمض السماء. هاي هي تبلة المشاوي. أهلا وسهلا فيك صحيح.